السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ قضيه ناشطه اليوم. في هذه العشيه تبنيت واحد الخطيه جديد، واخا كيبان شيباني شويه ولكن مزيان. مكالمي بعدا عاد دخل مع القطيطات الخاوين وكيبان مهياب. دغيا 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 دغ البلبله وسط منهم. شتو كيبان يا واخا عاش الاهمال، ربما ما كانش كان عايش في الزنقه لمده طويله، كيبان يا تكرفس بزاف. دابا انا غنرجعو للقفيص ديالو ان شاء الله حتى الصباح، وغندير ليه شي غسيله مزيان، ندير واحد الغسيله مزيان باش يولي بعدا ينقى، وغادي ندير ليه شي نقيطه ديال الزيت في ودنيه باش ينقى ليه، باش لان ودنيه كيبانو موسخين بزاف. وغادي نطلقو مع القطيطه حتى هو يعيش معاهم. كيبان لي على ما اظن داك لاغاس ديال السيام، وعلى ما اظن ولكن ما ماكدش يعني 100%. كيبان لي مزيان يعني، على كل نوع مزيان. كيبان مكالمي شوية، واخا داك البلبلة فاش الله دخل في الأول، ولكن دابا كيبان مكالمي عايش جالس معاهم. دابا مغاديش نخليه معاهم، ندخلو للقفيص حتى الصباح إن شاء الله باش نغسلو هو الأول، عاد غنشوف واش نخليه معاهم ولا نحيدو من حداهم. إلا عاش معاهم عادي مكالمي، ما غيخلق لا مشاكل لا والو، غنخليه معاهم. يلا خليناكم تهلاو.